شو هي الرسالة اللي بتوجهها من داخل حمص المحاصرة؟ والله يا أخي نحن إلنا اعتاب على شباب حمص بصراحة. عزك ببلدك رجاع، عزك بسلاحك رجاع. هذا أمر بدي حاسبك عليه رب العالمين يوم القيامة. بعدين يا أخي الأمر الحياة والموت بإيد رب العالمين. لا تبيع الحمص. إرسال الرصاصة سهم من السماء، ما بتصيب غير لرب العالمين كاتبة إنها تصيب. رجاع لا تخاف. هل نحن عم ناخذ أجرة؟ هل هاي الشباب اللي عم تمترس هنيك وعم تشتغل وعم تحمي عرضها عم تدافع عن بلدك اللي أنت تركته ورحت، هل هاي عم تاخذ أجرتها؟ هل هاي عم يندفع لها فلوس؟ هاي الشباب حمص بلدنا رجاء. شوف هاي كلها شباب حمص، كلها مجاهدين حمص. حمص إلي وحمص إلك، رجعوا. والله العظيم والله العظيم مالك غير بلدك، رجاع. يا أحفاد خالد عودوا إلى بلدكم، حمص الأبية حمص تناديكم. تفضلوا على بلدكم. كيف عم تقدروا تناموا لك يا أخي؟ نفروا من قدرنا إلى قدرنا. هاي رسالتي وكل صاحب ضمير بيفهمها. عزك بأرضك رجاء يا ابن حمص. يا أبناء حمص الكرام، يا أحفاد الصحابة الكرام، يا أبناء الرجال العظام، يا إخوة الشهداء وأبناء الأماجد الذين ضحوا بدمائهم، هذه حمص الجريحة تنتظركم، ونحن صامدون صابرون محتسبون إن شاء الله حتى نلقى الله سبحانه وتعالى على ما نحن عليه، ونسأل الله الثبات. أيها الإخوة الكرام، ارجعوا إلى بلدكم، ارجعوا إلى حمص، ارجعوا، فكما يقول المثل الحضن دافئ والكتف شيال. ارجعوا ومرحبا بكم. ودوني إلى حمص، ودوني عالشباب، عمت بك عيوني يا شباب سوريا، لبونا الحمصية عم بينادونا، وهالثورة والله منخونا، لو كل العالم يتحدوني ودوني لا حمص، ودوني عالشباب عمت بك عيوني، ورح ينزل كل من عادى ديني، وهالأوباش رسيا ما عصيني، لغير الله ما بحني جابيني، ويا جبار انصرني على الخاطر.